عارف نفسك؟ انا على ابو هميله، واحد من ثوار ماسبيرو. النهارده احنا بنؤكد على ان الاعلام المصري لازال غائب عن الشعب المصري. المنهج اللي بيتم اداره الاعلام المصري بيه بعيده كل البعد عن المرحله الاستثنائيه اللي احنا بنعيشها في مصر، مرحله بتمر بيها مصر فيها انتخابات برلمانيه، فيها احزاب جديده، فيها شباب بيعمل ائتلافات واحزاب جديده. للاسف الشديد اعلام مصر الرسمي بعيد كل البعد عن كل الاحداث ديت. اعلام مصر الرسمي بعيد كل البعد عن معركه الرئاسه القادمه، وهي معركه مهمه جدا للشعب المصري. اعلام مصر الرسمي بعيد عن مشاكل الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره في مصر. لحد النهارده برغم مرور 7 شهور او اكتر على قيام ثوره 25 يناير، فلاحين غايبين عن الشاشه، العمال غايبين عن الشاشه، الفنيين غايبين عن الشاشة، العلماء غايبين عن الشاشة. شاشة مصر لم تتغير بعد 25 يناير، لازال النظام هو النظام، لازال القيادات اللي بتدير الإعلام بتديره بنفس المنهج القديم، لازالوا بيتكلموا عن برنامج استوديو واسع، عن برنامج بديكور جديد، ما بيتكلموش عن مشاكل الشعب المصري، ما بيتكلموش عن 96% من ارض مصر فاضيه مش معموره. ما هي الصحراء، هي مش معموره، مملوكه لكل العصابات اللي سرقت ونهبت في عصر مبارك. اعلام مصر لازال غايب عن 15 مليون فلاح عندهم مشاكلهم وعندهم ارضهم ومش لاقيين مكان يعيشوا فيه. اعلام المصري لازال غايب عن 15 مليون عايشين في عشوائيات مصر. 112 منطقة عشوائية في مصر الإعلام المصري بيغيب عنهم، لأن نفس العقلية اللي كانت بتدير الإعلام في عصر مبارك هي اللي بتديره النهاردة. نفس رجال مبارك هي اللي بتديره النهاردة. سيد وزير الإعلام خرج علينا بمجموعة تصريحات أهمها إنه الإعلام خادم للدولة، وأنا بقول له الإعلام مش خادم للدولة، الإعلام يقود الدولة. الإعلام انتقل إلى صانع أحداث، الاعلام انتقل الى صانع تنوير، الاعلام انتقل. نجاحه هيكون بوجود كل الشعب المصري على شاشته. الاعلانات هتجيلك لما الشعب المصري يشوف نفسه على الشاشه. تحقيق النجاح هيتم لما يقوم الاعلام بدوره التنويري والتصويري في هذه المرحله الحرجه في مصر. الاعلام المصري مش ممكن يتخاذل عن دوره في هذه المرحله الاستثنائيه اللي بتحكموها للاسف الشديد بقوانين مرحله راكده، مرحله صار عليها الشعب المصري كله. الوزير الاعلام بيقول ان الاعلام مهمته انه يمنع الواقعه بين الجيش والشعب، واحنا بنقول له ما فيش واقعه بين الجيش والشعب. الجيش المصري فوق راس الشعب المصري، والشعب المصري فوق راس الجيش المصري. مش ممكن الشعب والجيش يبقى فيه بينهم وبين بعض واقعه. بنقول له ان المنهج اللي بتدير بيه وزاره الاعلام الرسمية منهج لا زال منهج مبارك يسير. قال على التغييرات اللي حصلت انها مش لعبة كراسي موسيقية، وانا عايز اقول له مفيش قيادة واحدة عندك ما كانتش موجودة وكانتش بتخدم النظام السابق. قال على تشكيلة المجلس الامنة انها تشكيلة جديدة، وانا بقول له كل الخبراء اللي استعان بيهم هم خبراء خدموا نظام مبارك وخدموا وهم رجال صفوت الشريف وانس الفقي. بقول له انك ما غيرتش في الاعلام المصري حاجه. بقول له اسامه هيكل انت فاشل في مهمتك، لان الشعب المصري غايب عن شاشتك. بقول له ان الثوره المصريه غايبه عن شاشتك. بقول له انك انت ما عندكش وعي بالمرحله الاستثنائيه. بقول له ان قوانين كل حزب يبقى ليه تلت ساعه ونص ساعه في المرحله الانتخابيه قوانين مش صحيحه. الشعب عايز يعرف ايه الاحزاب دي، الشعب عايز يعرف ايه الائتلافات دي، برامجهم ايه، سياساتهم ايه. عايزين نشرك 30 مليون مواطن مصري من الكتله الصمتة، 30 مليون من الكتله الصمتة عايزين نشركهم في العمليه الانتخابيه. احنا النهارده بنؤكد على مطالبنا ان تطهير الاعلام المصري لن يتم الا باقاله اسامه هيكل، لانه ماليش علاقه بالاعلام المصري، بإقالة بإلغاء كل تغييرات أسامة هيكل اللي عملها، لأنها كلها ب
بتضم قيادات عصر حسني مبارك، عصر أنس الفين، عصر شفط الشريف. تشكيل مجلس الأمنة لابد أن يحل هذا المجلس أنه بيضم نفس القيادات اللي خدمت النظام السابق. عايزين نقول في حاجة تانية مهمة جدا لزمايلنا في الإعلام المصري، أن أي برامجي في التلفزيون المصري لابد أن يحصل على أجر مساوي لأي برامجي آخر، لأن احنا عندنا مشكلة في توزيع العادل لميزانية التلفزيون المصري على البرامجيين، فاحنا محتاجين لائحة موحدة للبرامجيين سواء إذاعيين أو تلفزيونيين حسب درجاتهم وكفائتهم. دول أربع طلبات بنأكد عليهم كأبناء ماسبيرو. النهاردة الأربع سبعة تسعة مصر كلها بتجهز لأنها تنزل ميدان التحرير عشان تستعيد ثورتها، ثورتها اللي اتسرقت، ثورتها اللي بتقودها حكومة من حكومات الحزب الوطني. لو كان أحمد نظيف عمل الحكومة دي كانت تبقى أشرف من حكومة عصام شرف. بنقول لعصام شرف يفضل يا عصام يا شرف أن ترحل بهدوء، ارحل. مصر مش محتاجة حكومة تكنوقراط، مصر محتاجة حكومة سياسية، مصر محتاجة حكومة إنقاذ وطني، مصر محتاجة حكومة تاخد قرارات ثورية، تاخد قرار بتمليك أرض مصر للشعب المصري، تاخد قرارات بتمليك الفلاحين لأراضي في المناطق الجديدة، تاخد قرارات بعودة المصانع اللي اتنهبت واتباعت واتسرقت. احنا محتاجين حكومة ثورية، محتاجين حكومة انقاذ وطني، مش محتاجين حد يبقى سكرتاريا لا للمجلس العسكري ولا لأي جاي. عايزين نقول له قوانين اللي انت عملتها يا عصامش يا شرف، انت ومجلسك العسكري ومجلس الوزراء، قوانين باطلة، قوانين فاشلة، لان كنتوا بتعتمدوا على قوانين حسني مبارك. المرحلة الاستثنائية تحتاج قوانين استثنائية. المرحلة الاستثنائية اللي احنا بنعيشها هذه اللحظة لن تهرب من الشعب المصري، لان الشعب المصري هيكمل مشواره في الثورة. يوم الجمعة اللي جاية هنعود عشان نقول ان احنا محتاجين نشيل عصام شرف، محتاجين مجلس مدني يدير البلاد، محتاجين العدالة الاجتماعية، محتاجين المصانع اللي اتباعت ترجع لأهلها، محتاجين ان العمال والفلاحين يحسوا ان الثورة عملت لهم حاجة. الشعب المصري اللي بيشتم في الثورة مفروض ما يشتمش في الثورة، يشتم في الحكومة ويشتم في اللي بيديروا البلد. الثوار ما داروش البلد، لما الثوار تدير البلد، البلد دي هتتقدم. احنا محتاجين للطبقات الفقيرة، محتاجين فلوس، محتاجين حد أدنى الأجور. والأخ حازم بيبلاو لما يقول لي 1200 كتير يجي يعيش بيهم، الشعب المصري لازم يعيش عيشة كريمة، لأنه بيمتلك ثروة كبيرة وبيمتلك إرادته عشان يحقق أهداف ثورته. لا للمجلس العسكري، لا المجلس وزراء مرتعش، لا لأسامة هيكل اللي ما عندوش منهج للإعلام. الإعلام هو مفتاح النصر للثورة المصرية. كل الحكومة الموجودة، أنا بتكلم من حواليا الشعب، كل الحكومة المصرية حكومة حزب وطني. إحنا في عصر الثورة، عصر الثورة. وبوجه رسالة لكل القوى السياسية، أرجوكم أرجوكم عشان خاطر مستقبل بلدنا، عشان خاطر مستقبل الثورة المصرية، اتوحدوا اتوحدوا مهما كانت الخلافات، اتوحدوا. مفيش حد يبص إنه هيبقى عنده 30 أو 40% أعضاء مجلس الشعب. القوانين الثلاثة اللي صدرت، قانون مجلس الشعب، قانون ممارسة الحقوق السياسية، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بتؤكد ان اللي جاي حزب وطني، لا اخوان ولا يسار ولا قوميين ولا ليبراليين. اوعى حد يغر انه ياخد 10 مقاعد في مجلس الشعب، لا، لازم كلنا نتوحد لحكومة انقاذ وطني. يا ابناء الثورة المصرية يلي قعدتوا 18 سنة رجل واحد، اتفقوا على رجل واحد الآن. مصر هتنهار وسيعود حسني مبارك. محكمة مبارك الهزيلة اللي بتتم، محكمة رجال مبارك اللي بتتم مع الكسب غير المشروع، محكمة مبارك اللي بتتم وكل الناس بتتراجع في شهاداتها اللي قالوها لما كان في ثورة. هم حسوا انه خلاص ما فيش ثورة، الثورة هترجع عشان محكمة مبارك تتم على فساد 30 سنة، على 5000 ماتوا في قطر الصعيد، على 1400 ماتوا في العبارة، على 15 مليون عايشين تحت خط الفقر، على عشوائيات، على ديون فلاحين محدش قادر يعملها. ثورة مصر هترجع يوم 9/9 ومش هتسكت إلا لما نحقق الهدف الكامل. أشكرك.